السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذا البريوش اللي يجي معمر بالشوكولا ويجي بزاف خفيف خفيف ريشة، يجي هايل. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. نمشي ونبدي مباشرة مع المقادير. بسم الله نبدي. واليوم نحتاج في العجين اللي هنا في المرحلة الأولى رايحة نحتاج اللي هنا عندي زوج فناجل تاع الفارينة. هذا الفنجال العادي، يعني انا ما حبيتش كميه بزاف كبيره، فنجال تاع القهوه، واللي حبت دير الكاس الكبير يعني يقعد عندك. لهنا زوج فناجل معمرين تاع الفارينه، يعني نزيد عليهم ثلاثه مغارف كبار تاع السكر، واللي حبت تزيد السكر تقدر تروح حتى اربعه مغارف كبار. مغرف كبيره تاع خميره الخبز، ونزيد ثلاثه مغارف كبار تاع الزيت، نعمروهم مليح. كما راكم تشوفوا راني نعمرهم مليح، ثلاثة مغارف كبار تاع الزيت. عندي هنا حليب بودرة ولا لحظة، مغرف كبيرة معمرة تاع لحظة، وحبة تاع البيض، حبة تاع البيض ما تكونش باردة، ونزيد مغرف صغيرة تاع الفانيليا، ونزيد مبشور البرتقال، وإلا كان عندك مبشور الليمون تانيك تقدري تزيديه. لهنا هادو هما المكونات، رايحه نخلطهم هذه يعني المرحله الاولى، رايحه نخلطهم هكذا بالفوين، نخلطهم مليح مليح حتى يتخلطوا مع بعضهم كما راكم تشوفوا. هكذا نخلطهم، ورايحه نزيد لهم زوج فناجل تاع ماء دافي، يعني هاد الكاس اللي عبرت به الفارينه، زوج كيسان تاع ماء دافي، ونعاود نخلط جميع هاد المقادير نتحصل على هاد الخليط يكون سائل كما راكم تشوفوا. نخلطهم مليح مليح حتى كل شيء يدوب، يعني ديك الفارينه تذوب لي ما تقعدش حبيبات. يعني هذه هي المرحله الاولى في هذا البريوش، يعني باش يجيك ناجح ويجي خفيف خفيف، يجي مقطن لداخل. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. لهنا رايحه نخليها تختمر واحد 20 دقيقه حتى نصف ساعه. هذه المرحله الاولى راني غطيتها بالفيلم اليمونتير، وهاي دي لهنا بعد ما اختمر لي، شوفوا حتى يخمر مليح مليح. رايحه دروك نكمل بالفارينه، نزيد الكاس الثالث تاع الفارينه ونبدا نزيد ونشوف، ونعاود نزيد الكاس الرابع كما راكم تشوفوا، ونبدا نلم في العجينه نتاعي بيديا بهذه الطريقه حتى نتحصل على عجينه متماسكه وطريه. يعني هذه العجينه نحتاجوها شويه تلصق في اليد كما راكم تشوفوا. راني نزيد في الفارينه حتى نتحصل على عجينه طريه هكذا، باش الخبز نتاعي خبز البريوش يجي ناجح ويجي خفيف خفيف. تبعوا المراحل وان شاء الله كامل تنجحوا فيه. هكذا نلم العجينه نتاعي، شوفوا، حتى نتحصل على واحد العجينه تلصق نوعا ما في اليدين، يعني غير واحد الشويه. انا اللي هنا رايحه نكمل نجمعها هكذا بالفرينه، ورايحه ندلكها واحد شويه كما راكم تشوفوا راها تلصق واحد شويه. رايحه دروك نزيد لها مغرف كبيره تاع الزبده تكون طريه، يعني ما تكونش بارده، ولا هنا نص مغرف صغيره تاع خميره الحلويات تقدروا تزيدوها مع الفرينه، يعني انا نسيتها زدتها دروك. ونبدا ندخل هذيك الزبده في العجينه نتاعي بهذه الطريقه، هكذا ندخلها مليح مليح وانا ندلك فيها، ندلكها شويه وندخل هذيك الزبده كامل في هذيك العجين. الزبده هذه اللي تزيد تعطينا واحد الهشاشه في هذيك البريوش اللي يجي هايل. ندلكها غير واحد شويه ماشي بزاف، شوفوا شوفوا خفات عاود تولي تتلم. هي في الاول تكون تلصق، تعاود خفات تتلم، شحال ما دلكتوها شحال ما تتلم. ورايحه نخليها تريح غير واحد 5 دقائق، 5 دقائق هذا ما كان، نخليها تريح ونعاود نولي لها. هاي دي اللي هنا بعد ما ارتاحت واحد 5 دقائق، نجيب شويه تاع الزيت ندير في يديا هكذا باش ما تلصقليش، ونهود العجين نتاعي كامل.
شوفوا تحصلوا على واحد العجينه طريه شابه حلوه حلوه في يديكم تساعدكم في الخدمه. نقسمها على زوج ونعاود نبدا ندير كويرات خبيزات صغار كيم الحجم اللي تحبوا ديروه كما راكم تشوفوا. نديروا خبيزات صغار يعني ماذا بكم ديروهم شويه صغار على خاطرش فيها الخميره رايحه ريحين يختمروا ويوليوكم كبار بزاف. شحال ما صغرتوهم يجيو شابين ويجيو ظريفين كيما هكذا. راني نقطع فيهم هكذا خبيزات صغار ودروك رايحه نحشيهم بالشوكولا. هاد الشوكولا هادي ماكسون للطلاء. نرفد نحل العجينه نتاعي ونعمر في الوسط مغرف صغيره تاع الشوكولا ونعاود نبلع بهاد الطريقه. شوفوا نبلع مليح مليح باش ما تخرجليش هذيك الشوكولا. وهي دي لهنا راها واجده. نعاود نرفد واحده اخرى ونحلها هكذا ونعمر. طريقه سهله مهله والعجينه رايحه تساعدكم بزاف بزاف يعني شابه بزاف هاد العجينه. اللي هنا رايح نعمرهم كامل بالشوكولا يجي واحد البريوش يا البنات مع هاد البرد مع قهوه حليب الله الله يجي هايل يجي خفيف خفيف ويشبع. البريوش حاجه اللي فيه زعما يشبع مع تشربيه مع قهوه حليب تاع الصباح يعني تقعدي شبعانه. اللي هنا سمحوا لي لهنا راني نكمل كامل الحبيبات اللي عندي ورايحه نجيب صينيه ندير هذاك البابي كويسون باش ما يلصقوليش ونحط الخبيزات نتاعي هكذا نحطهم من بعد بيناتهم باش كي يتفخوا ما يلصقوش. ورايحه نزيد نخليهم يخمروا واحد 20 دقيقه نخليهم يختمروا بخاطرهم ونعاود نجيبهم لهنا بعد ما اختمروا لي. رايحه ندهنهم لهنا بالحليب ماذا بكم الحليب يكون شويه دافي باش ما يهبط ما يكونش بارد باش ما يهبطناش هذاك الاختمار. لهنا كنت سخنت الفرن كان سخون سخنوه مليح على درجه متوسطه. لهنا راني ندهنهم كامل بالحليب يعني الحليب معليش الا طاح لكم ما يصرا والو. رايحه ندخلهم يطيبوا ونعاود نحمرهم من الفوق والتزيين يقعد اختياري. هنا لهنا زينتهم شويه تاع السكر غلاس والشوكولا وهذا هو البريوش خبز البريوش نتاعي محشي بالشوكولا يجي خفيف خفيف وبزاف بنين. هذا هو لهنا راني نحل لكم حبه باش تشوفوا كيفاش يجي يجي بزاف هايل. شوفوا ما يجيش مدكن وما يجيش ثقيل. ان شاء الله تنجحوا فيه كامل. ما تنساوش تخليولي لايك الفيديو. نشكركم على المشاهده والسلام عليكم.